السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم أخوتي غادي تكون واحد الجولة ليلية في مدينة بركان. بزاف ديال الفيديوهات اللي صورناهم في النهار وراكم عارفين لأن في النهار كتكون رؤية واضحة وكتكون الحركة في المدينة ديال بركان. هذاك الشيء كنختار الأغلبية نصور في النهار، ولكن ان شاء الله اليوم غادي نصوروا بكم واحد الجوله ليليه في مدينه بركان، وبالضبط راني في شارع محمد الخامس. غادي البدايه تكون من هنا وغادي نتجولوا في مجموعه ديال الشوارع الاخرى. الحركه راه عاد كاينه، توقيت راه ما بين المغرب والعشاء، راه قريب شويه العشاء، باقي واحد شويه. الساعه راه 8 قل 10 دقائق بالضبط، واليوم يوم الاحد. غادي نكتب لكم التاريخ في هذا الفيديو باش تعرفوا بالضبط فوقاش راني نصوروا، وان شاء الله غادي يتحط في هذه الايام المقبله. إذن إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا فيديو من فيديوهات القناة، أدعوكم للاشتراك بالقناة، بارطاجوا هذا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، وإذا كنتوا مازال ما شاركتوش نزلوا اشتركوا بالقناة ونزلوا كتبوا لي شي كومنتار قول لي الرأي ديالكم في هذه الفيديوهات اللي كنقدموا، وإلا عندكم شي اقتراحات للفيديوهات الجايين كتبوهم لي حتى هما في لي كومنتار. ما نطولش عليكم بزاف، نتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله نبدأ الجولة ديالنا لهذا اليوم، والبداية باللتشينا محبوبة الجماهير. الصراحة خصهم يضويو لنا شوية هاد اللتشينا، في النهار باينة مزيان ولكن في الليل الظلمة بزاف، في الليل كاينة الظلمة، مظلمة هاد اللتشينا، خصها الإضاءة باش تبقى تبان حتى من البعيد. إذا هذه المقهى ديال كليمونتين هي هذه اللي راه تبان لكم في اليمن، جاية أنفصل اللتشينا مباشرة. فين كان هذاك المحل ديال الفيكيكي القديم الى عقلتوا عليه؟ الناس ديال بركان راهم عارفين، خصوصا الناس يعني اللي يسكنوا في بركان هذه شحال راهم عارفين ذاك المحل اللي كان تما. هذا هو شارع محمد الخامس، وهذه هي الاجواء في شارع محمد الخامس. غادي نزيدوا معه واحد الشويه حتى لديك الرومبوا ديال توين، ومن بعد غادي نوليو ونطلعوا مع شارع الشهداء وتشوفوا شويه الجهه ديال بنو سينا، لان راه عاد شويه محركه، يعني عاد كاين شويه الحركه، ماشي بحال النهار يعني ديك الحركه الكبيره، ولكن باقي عاد الدعوه اليوم راه تحرك حتى في الليل في مدينه بركان. وراه جاي ان شاء الله شهر رمضان، الشهر اللي كتكون فيه واحد الحركه كبيره، كيكونوا طبعا التراويح والاجواء الرمضانيه الجميله سواء في النهار ولا في الليل. وفي الليل عاود كتحرك الدعوه بزاف في الشوارع ديال بركان، سواء هاد الشارع ولا الجهه ديال الطحطاحه، الجهه ديال بنو سينا. هاي بالي البوليس شادين شي واحد تما ما نعرف علاش، والله ما عرفنا علاش. ها هي الرومبوا ديال توين، هي هادي، هي هادي، هادي هي الرومبوا ديال توين. غادي نوليو مع شارع محمد الخامس، وغادي نطلعوا ان شاء الله مع شارع الشهداء، تشوفوا معنا الحركه كي دايره في مدينه بركان. وكما كنقول لكم دائما، الا كان عندكم شي اقتراحات للفيديوهات الجايين، شي بلاصه بغيتوا نديروا فيها فيديو، شي حي من الاحياء ديال مدينه بركان ولا شارع من الشوارع ديال مدينه بركان، كتبوا لي غير بلاصه، وان شاء الله في الايام المقبله غادي نحاول نلبي الطلبات ديالكم في اقرب وقت. هذه هي الدوره اللي غادي نطلعوا معها على اليمن. هنا كاين المقهى ديال رويال، هاي راكم تعرفوها، كافي رويال، واحده من اقدم المقاهي اللي كاينه في مدينه بركان. هنا كاينه عود الرابع، حتى هي معروفه اللي كاينه في القنت. وهذا الشارع اللي قلنا كيتسمى شارع الشهداء، والصراحه هذا الشارع خصو الاصلاح، خصو الاصلاح بزاف، لا بالنسبه للقدرون خصو يتعاود، تريطوارات حتى هما غادي تخدموا، خصنا الإضاءة اللي ضرورية، لأن راكم تشوفوا الدعوة مظلمة، راه الدعوة مظلمة بزاف، راه غير الضو ديال اللوطو هي اللي راها شوية مضوية، راه لو كان غادي نطفيها راه ما يبان لك والو. هاد الشارع خصو الخدمة، ونورمالمون راه كانوا بداو فيه شوية الأشغال، ولكن يبان لي توقفوا، ما عرفناش علاش، واش بغاو حتى يكملوا الشوارع الآخرين ولا ما، الله أعلم. نتمنوا أنه يكمل حتى هاد الشارع في أقرب وقت، لأنه شارع رئيسي
كيفوتوا به بزاف ديال الناس يوميا، وهو اللي كيدينا للشارع، هو اللي كيربط بين شارع محمد الخامس وبين شارع بنو سينا والجهه ديال شارع الذهب اللي دائما عامره، الجهه ديال بني جديد اللي دائما عامره. واللي بغى يشوف الفيديو ديال بني جديد راني كنت حطيته في القناه، ماشي بزاف اللي درتو، دخلوا تشوفوه حتى هو من تكملوا هذا الفيديو. وراه كاين مجموعه ديال الاحياء الاخرى اللي كنت درتها في الايام القليله الماضيه، يعني غير هاد الايامات اللي فاتوا راني كنت درت الحي ديال ورطاس، الحي ديال المحال، الحي ديال دوار الميكا، يعني مجموعه ديال الاحياء الشعبيه اللي كاينه في مدينه بركان. ودرت ايضا الحي ديال المجد قبلهم كنت حطيته حتى هو. وان شاء الله الايام الجايه غادي يكونوا احياء اخرى في مدينه بركان في اطار التعريف بالمدينه ديال بركان وبالاحياء والشوارع ديالها. اذا هذا هو شارع بنو سينا او شارع الذهب كما هو معروف عند الساكنه ديال بركان. الحركه شويه بدات تنقص، ماشي بحال في النهار راكو عارفين، ولكن باقي عاد باقي الناس عاد يتمشاو. عماره حتى هو راه فيه شويه الناس. اذا نخليكم تكملوا معنا هذا الفيديو، نتمنى لكم فرجه ممتعه.